تحقيقات أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة مدي ساعتين متاع العشية على الحياة أفان. المعضلة أكثر من هكا. أنت اليوم ديون الأموال اللي يلزم تضخ للصندوق الوطني تاع تنمية المرض، يعني لازمنا احنا ناخذوها، هي تجاوزت ال 5,000 مليار. 5,000 مليار مازالت ما دخلتناش الى العمومي ولا من الخاص؟ ما كل مزوج سنساس وسينار بي اس. احنا مين باش ناخذوا فلوسنا؟ سنساس وسينار بي اس. يعني انتم بيدكم في وضعيه عندكم مستحقات لدى مؤسسات ادارات ولا مؤسسات خاصه؟ لا هو احنا المورد نتاعنا المداخيل نتاعنا من سنساس وسينار بي اس. يعني دونك لو فات تدخل الفلوس هذه المورد هذه اوتوماتيكمون نجم يكونوا أجوز مع مصدر خدمة تاعنا. الاقتطاع ماهوش آلي من المرتبات؟ يحول الصناديق هذه وصناديق بعدين تحولنا احنا. فهمت؟ أكثر يعني أكثر ديون من جهة أكثر. أكثر ديون من طبعا من السنة أساس. 3000 مليار وشوية. والبقية تبع سينار بي اس. دونك يقول قائل يعني هي توا ريتش كفاية تحط توا صندوق وطني تنمية الأمراض تحط في وضعية نتاع أنه باش يعمل لابون جيستيون هكا وهو باش يتصرف في مبالغ محدودة. باش يحاول يعمل تقسمتها القسمة الأموال هذيك الكل على خاطر ما نجيش نحكيو على 100 تار وكاو. أنا صيادلة، أنا مخابر تحاليل، أنا فمكيني، أنا أطباء، أنا تبارك الله. دونك ما دام أنت جبت هذوما كنت باش نخلي السؤال. هل صحيح أنه المؤسسات الخاصة استرجاعها أسهل وأقل بيروقراطية من أنك تخلص السبيطار؟ لا لا، شوف إجي خلينا نفسر لك حاجة. هو التزام الصندوق لهنا هو يحاول يلتزم ب بيشنو باتفاقيات توا في اطار مثلا الصيادله ولا الاطباء ولا حاجه. حاولنا ان نكون بيناتنا اتفاقيه اجال معينه اللي بينا نخلصوا هذا واضح. يعني تخلص مثال فولو يخلصوا مساحه اسرع من انه يخلص السبيطار. هل صحيح ولا غلط؟ اجال اتفاقيات، يعني في اطار اتفاقيات. شوف السبيطار تربطنا معه بروتوكول الخواص هذوما كيف نحكيو هكا، ثم اتفاقيات صايره ما بيناتنا. وعلما انه ديما الاتفاقيات مره قبل المره بعد وهكا هي، خاطر كي نحكوا الموضوع هذا ما يشملش كان سبيتار فقط، يشمل الاطباء، يشمل فهمت لي الصيادله، يشمل المخابر التحاليل، يشمل الكيني، يشمل الباراميديكال، يشمل كلها حتى. تحقيقات اهم وابرز المواضيع تستحق المتابعه. اهم وابرز المواضيع للمتابعه كل نهار ثلاثه مدي ساعتين متاع العشيه على الحياه افان.